ده هيطرح السؤال. والحقيقه انا السؤال مش عارفه، انا بعتبره فيه شيء من السذاجه، لكن هو لازم يتم طرحه. ناس كثيره بتتساءل، هو في حال فوز كاميلا هاريس هيحصل ايه، وفي حال فوز ترامب هيحصل ايه فيما يخص القضيه الفلسطينيه؟ هو الحقيقه احنا تعودنا ان السياسه الامريكيه واحده، اللي بيجي بينفذ بس باختلاف الوسائل. بس خليني هطرح السؤال، في حال كاميلا انها فازت او ترامب، التعامل مع الملف هيبقى ازاي؟ ما هو يعني طريقه التنفيذ، هل هتتبع هي سياسه بايدن في فكره انها توقف ده استمرارا لو يعني ما حصلش، ولا قدر الله ان المفاوضات دي اللي ماشيه دلوقتي انها تمت، وفي حال ترامب؟ لان برضو حتى الملف، اعتقد ملف غزه، وحضرتك مش عارفه اكيد هتفيدني، ده هو هيفضل مفتوح لفتره طويله حتى اليوم التالي للحرب، ده اللي احنا مش شايفينه اساسا، ايه اللي ممكن يحصل؟ للاسف للاسف القضيه الفلسطينيه دايما مرشحه لاطاله الامد بتاعتها. صح بالظبط. وهي القضيه الفلسطينيه حضرتك مختطفه من قوتين، القوه الاقليميه اللي بتحاول ان هي تستعمل القضية الفلسطينية لصالح سياستها، أو مجلس الأمن. مجلس الأمن اللي هو فيه مكايدة سياسية دائمة ما بين أمريكا وروسيا، إذا قدمنا مشروع قرار بيستعمل الفيتو وهكذا. ولكن نرجع لموضوع ترامب وكاميلا، أنا بشوف إن ترامب هيفتح الملف القديم اللي كان معاه من في الدورة الأولى له، اللي هو ملف الوعود بالرخاء الاقتصادي مقابل السلام. يعني هو ده ده في الداخل الامريكي، لا لا فينا في القضيه الفلسطينيه، وفي القضيه الفلسطينيه ممكن ان هو يقول لهم يعني حضرتك احنا كنا قلنا ايه الارض مقابل السلام زمان، بعدين بعد كده قالوا لا السلام مقابل السلام، بعدين دلوقتي قالوا لا السلام مقابل الاقتصاد. يعني انت يعني في تدريج كده في دي مقايضه. فاذا احنا مع ترامب هنفتح الملف القديم، ما اعتقدش هيكون في وزوج بنته هيبتدي بقى الزيارات المكوكيه وهكذا. مع كاملة اعتقد هيكون في يمكن يعني عارف قدر من الحراك على الارض، وممكن قوي نصل الى درجه مؤتمر دولي زي مثلا المؤتمر اللي في جنيف عشان موضوع السودان وهكذا. ولكن في النهايه برضو في اطار لم الاداره، يسفر عن شيء في اطار الاداره، اداره الامر. وكان في ولا زال هو عايش يعني دينيس روس كان يقول القضيه الفلسطينيه ديت زي الواحد راكب عجله، لازم تقعد تبدل والا تقع. فاحنا هنقعد نبدل مع كاملة في القضيه الفلسطينيه. عايزه توقعاتك الاول بالنسبه كده للمجتمع الامريكي والاستفتاءات، مين اللي اقرب للوصول للبيت الابيض؟ الوضع حاليا في منتهى الصعوبه حضرتك ان انت تحطي تنبؤ، يعني في منتهى الصعوبه. بس هو المدهش وحجم يعني السخافات المتبادله. ده النهارده انا سامعه تصريح انا اجمل من كاميلا هاريس، ويعني لا يعني بنتكلم اللي هو بقينا بقى ايه، مع ان انا عارفه ان الجمهوريين طلبوا اكتر من مره من ترامب عدم استخدام هذه اللغه والحوارات بالطريقه دي. على هو شعبوي بالظبط، وده بيلقى استحسان في قطاعات كبيره جدا في الولايات المتحده الامريكيه. لكن حضرتك انا ما اعتقدش ان انا هخاطر واحط ترجيح لاي احد، لان العمليه صعبه جدا وكميه الثقافات وحتى التهديدات الامنيه بالنسبه لهم هم الاثنين دلوقتي اصبحت متزايده جدا. صحيح. وقرروا ان هم يكثفوا الحراسه عليهم وكده. فالوضع صعب، لكن هي هتبقى فتره مثيره اكيد. فتره اعتقد ان الفتره دي نشهد فيها كثير من الاحداث. مش عايزه يعني عايزه كمان اسير الحقيقه فكره ما يحدث من صراعات في المنطقه. يمكن حضرتك اشرت لمؤتمر جنيف وما يخص السودان، عندنا مشاكل في ليبيا وعندنا مشاكل في السودان وعندنا مشاكل في اليمن، النهارده لبنان بنتحدث عن انقطاع كامل للكهرباء، ربما كان معانا مداخله، وضع مؤسف. المنطقه فندم واللي فيه يعني بهذه الصراعات ممكن توصل لايه؟ هنرجع بقى للكلمه بتاعت التفاؤل الحذر. لانه ممكن نقول عليها بقى ايه، التشاؤم البطيء يعني. لا احنا لسه قدامنا فترة طويلة عشان نقدر نصل الى حلول سياسية للمحيط اللي حوالينا. تمام. يعني مؤتمر جنيف جهد جيد ومصر شاركت فيه، ومسار جد مفيش مانع ان الجميع يتبناه، لكن في النهاية انا مش شايف انه في اي ملامح انها تدل على انه يكون في قبول من الطرفين لبداية حتى هدنة
انسانيه عشان الاغاثه ده. دي من اسوء الحروب اللي حصلت في الاقليم عندنا، الحرب اللي في السودان دي. السودان والشعب السوداني العظيم يعاني معاناه شديده جدا. بالنسبه لليبيا هو بدات برضه في حراك تاني شرق وغرب. فهو يبدو ان التصميم القادم لنا للاقليم بتاعنا ده انه دايما يبقى فيه يعني عارف عليك ايه، هم صعب ان انت تنشئي دول جديده دلوقتي، مفيش تقسيم يؤدي الى انشاء دول.